السلام عليكم، معكم ديال اوتو اكروني سمير. اخوان، اليوم جبتكم واحد المشكل لصحاب اكزانتري اللي عندهم دياغنوستيك اكزانتري ديال المرسيدس. كاين بزاف الناس اللي كيتيحوا في هذا المشكل. هو هذا المشكل اللي كتشوفوا كيدخل اللوجيسيال ديال الاكزانتري وكيعطينو هذا المشكل، هذا الايرور. هاد الايرور شحال الناس ما كيكونش عنده مثل يقدر يصاوبو، كيستنى عند شي صاحبو، ولا كيستنى اللي كيدير لي بروغراماسيون على حساب اللي كيستالي اللوجيسيالات، كيكون شي مرة عليه الضغوطات، ما هو واقف على سميتو، واقف على سميتو الدياغنوستيك ديالو، وباغي نفهمكم هذا المشكل. هو براسو غادي يصلح هذا المشكل، خاصو يكون عنده غير الكيجن ديال لاكتيفاسيو، ولا يكون عنده دايز الكيجن اكتيف محطوط بحال هذا اللي كتشوفوا هنا، يكون محطوط وكنستعملوا هذه الطريقه. المهم غادي نديروا معكم داك الكونفيغوراسيون، غادي تشوفوا داك الكونفيغوراسيون. كندخلوا الكونفيغوراسيون، انفو غادي ندخل الكونفيغوراسيون، شوف الكزانتري كنستناو. هاد شحال الناس كيتيحوا في هاد المشكل، ولكن في حالة ان ما خصو يكون عنده داك السيستيم ديال كيجم اكتيفي عنده في بي سي. الا ما اكتيفيش عنده، ما غاديش يتاكتيفا ليه هاد الطريقة، هاد الكونفيغوراسيون ما غاديش تدوز ليه، ولا يكون عنده الكيجن في بي سي ديالو ديك الساعه. كي الطريقه ديال تاكتيفي الكيجن طريقه بوحدها، انا كنقول هذه الحاله الا عنده الكيجن في بي سي ديالو. هكا غادي ندخلو سميتو الكونفيغوراسيون، هيا كندخلو المانيال. غادي يعطينا واحد هاديك باش فين نحطو الكيجن، داك ستارت كي، واحد الكود غادي يكون عندنا ديما، يكون عندنا في البيرو داك الكيجن يكون اكتيفي قديم، ولا ما اكتيفيش خاصك تاكتيفيه. غادي تهز هذاك سميتو داك الاكتيفاسيون لي كي، تكوبيه غادي تحطو في ستارت كي، دير سويفو. اوكي، هو دازت هاديك الكيجن، نسيت تكون خضراء. صافي، انفو غادي يعطيكم خضراء. صافي، ديك الساعة غادي تمشيو تلانسيو ديال الكزانتري ديالكم نورمال. المهم انما في واحد المدة كيوصل كيوقف داك الكيجن كيوقف. المهم ان شاء الله الى وقع لكم هذاك المشكل حاولوا ديروا غير هاد الطريقة كيصلح المشكل. المهم غير فكرة الاخوان، وهادي راه متيستيام عندي، كان وقع ليا مشكل واتصلت ليا فيديو وتيستيناه وخدم، وبغيت نشاركه مع الاخوان. وصافي، غير فكره، وان شاء الله باي حاجه نجيبو معلومات، ورا قريبا ان شاء الله غادي نجيبو بزاف ديال المعلومات وتشجيعات. والسلام عليكم.